لهم وين حتى كانت عدي برا ولا ان كان تدرس في جر قال نجيبك حفرة حفرة ولمسح قبد اللي بيك لمسح قبد اللي بيك لمسح قبد أولاد بلادي وما نخلي فرصة للعد بدنا الله من يوم وغادي نرضو رب العالمين نرضو رب العالمين بدنا الله من يوم وغادي نرضو رب العالمين نرضو رب العالمين نظولا في بنغازي وقالوا لا يا معمر وازي يا تطلع متلول وخازي ينحطوا خشمك في الطين ينحطوا خشمك في الطين راسي مهدد بصباع وفيها طلعها الفزاع قال لهم البلاد بتاعي فتن بين الليبيين فتن بين الليبيين هدد بالحرب الأهلية وقال لهم النار قوي لا في ضي ولا في مية لا بترول تشوف العين صغير باتك عمره ما يتغير باتك من 69 يحلم يحكم حتى الصين يحلم يحكم حتى الصين قالوا لا ما تحكي بيها ولا تفكر حتى تصريه ولا تحلم في يوم تجيها بنغازي بلاد الزينين بنغازي بلاد الزينين نحنا جيل بنا رجال يا بلاد ولادك أبطال كيف ما قال الشيخ زمان نموت ولا من تصريح يفهم قلالة شنقة محط الماضي في حفرة وردة اسمع يا معمر رد اندم خلي الشعب اللي بيعيش خلي الشعب اللي بيعيش خلي الشعب يعيش حياته ويحقق فيها انجازات ويعوض كل اللي فات حكمك دوا ما يمشيش حكمك دوا ما يمشيش طلع وصفهم بالجربان لقاهم قبلة في الميدان قالوا بلادي ما تنهان يبدي ولا ما يبدي شاهم سيف وقال انشد يحسبها من ورث الجد وناسيها للملايين